المؤمن تمر به في حياته أشياء كثيرة في مدرج حياته اليومية، ينبغي عليه كلما حظم إيمانه وكمل يقينه أن يربطها بالآخرة. فالمؤمن كلما رأى ازدحاما على أبواب، سواء على أبواب مساجد أو أبواب غيرها، يتذكر ازدحام المؤمنين على أبواب الجنة، فيسأل الله أن يكون ممن ينافس على ذلك الزحام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهي كظير من الزحام، فإن زاحم على دخول مسجد أو على الخروج منه اشتاق إلى التزاحم على أبواب الجنة وسأل الله جل وعلا كيّا. المؤمن كلما نفس عن أحد كربة وأقال عثرة أو رد بيعا أو أعان مؤمنا، يتذكر ويشتاق إلى أن ينفس الله جل وعلا عن كرباته في الموقف العظيم بين يدي الله جل وعلا، نفس الله عنا وعنكم الكربات. المؤمن كلما صام يوما وأفطر وفرح أن الله جل وعلا أعانه على أنه أكمل ذلك اليوم حتى غابت الشمس وأفطر، تذكر فرحه أن الله جل وعلا يثبته على دينه حتى تغيب شمسه هو وتفنى أيامه وتقضى أعوامه وتقوض خيامه ويلقى الله. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. المؤمن كلما حياه أحد بتحية الإسلام تذكر الكلمة التي ترقبها أسماع المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى ادخلوها بسلام آمنين، وقال الله جل وعلا سلام قولا من رب رحيم، فهي كلمة لا تحن أسماع المؤمنين إلى شيء أعظم منها. بلغنا الله وإياكم.